وللمزيد انضم الينا من انقره مراسل قناه تي ار تي عربي وائل الحجار. وائل اهلا ومرحبا بك. يعني لو تحدثنا عن اهم النقاط التي ستناقش في القاهره لبحث خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين مصر وتركيا. نعم حسام، صباح الخير. إذن هذه المحادثات الاستكشافية كما وصفها بيانا الخارجية التركية والمصرية، وهما بيانان متطابقان، تهدف إلى بحث الخطوات الضرورية من أجل تطبيع العلاقات سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي. الملفات التي سوف تبحث كان تحدث عنها خصوصا المسؤولون الأتراك، الذين أشاروا إلى أن مرحلة جديدة ربما تفتح مع مصر في هذا السياق. كانت هذه المحادثات بدأت إذن على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية، واليوم هي تتكثف على المستوى الدبلوماسي، علما أن وزيري خارجية البلدين كانا التقيا في مناسبات عدة على هامش بعض المؤتمرات أو المناسبات. المسؤولون الأتراك كانوا صرحوا أن أهم البنود أو الأمور التي يمكن بحثها هي ما يعود بالفائدة على البلدين. تحدث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم جولن عن النزاع الليبي أو الحرب في ليبيا كملف أيضا يمكن أن يتأثر إيجابا بأي تقارب تركي مصري، كذلك هنالك شرق المتوسط، فضلا عن قضايا أخرى. إضافة إلى ذلك كان وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو قال إن المباحثات السابقة أو الاتصالات السابقة لم تتطرق إلى تبادل السفراء، علما أن التمثيل الدبلوماسي بين كل من أنقرة والقاهرة موجود وهو على مستوى القائم بالأعمال منذ العام 2013، ولكن ربما يتم بحث موضوع تبادل السفراء أيضا في محادثات سادات أونال وحمدي لوزا في القاهرة التي تجري اليوم وغدا. الخبراء والمحللون هنا في أنقرة يشيرون إلى أن مهما بلغت الخلافات بين البلدين إلا أن العلاقات بين الشعبين وبالتالي الدولتين التركية والمصرية هي علاقات وثيقة ومتأصلة وقديمة، وقد قامت تركيا بإبداء خطوات أو بإشارات أيضا إيجابية في سبيل هذا التقارب. وزير الخارجية التركي محمد موش أمل في أن يتم تعزيز العلاقات الاقتصادية، وكذلك أيضا تم تشكيل لجنة برلمانية للصداقة مع مصر الأسبوع الماضي في مجلس الأمة.